السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله معايا فيديو زغليل زي ما انتم شايفين كده. جايين النهاردة بقى بإذن الله هنقطف وندبح وهننظف، عشان اللي حابب إن هو يتعلم ويشوف الطريقة بتاعة الدبح والتنظيف كل الحاجات دي إن شاء الله هتشوفها معايا في الفيديو، وهقول لكم برضو على شوية معلومات مهمة علشان الناس اللي غاوية تربية حمام إن شاء الله تستفاد مننا. مبدئيا كده يا جماعة هنحط لايك للفيديو، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه علشان برضو ناس كتير تستفاد من الفيديو بتاعنا النهارده، علشان الناس اللي غاويه حمام وحابه ان هي تربي حمام ان شاء الله تستفاد من الفيديو بتاعنا النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله معايا كميه زغاليل كويسه جدا، احجامها ما شاء الله يعني اقول لكم فوق الخيال، الاحجام بتاعتها كويسه جدا. وهقول لك برضو لو انت عايزه فيديو زغاليل او عايزه تزودي حجم الزغاليل عندك هقول لك تعملي ايه. طبعا احنا دبحنا الزغاليل بتاعتنا اهيت، ما كانش ينفع ان انا ادبح قدام الكاميرا قدامكم يعني، علشان ايه الناس اللي بتقول لي ادبحي ام شيماء وعلمينا طريقه الدبح. طريقه الدبح يا جماعه سهله جدا وما ينفعش ان انا ادبح قدام الكاميرا، بس انتوا هتشوفوا معايا طريقه التنظيف دلوقتي. تمام، الزغاليل عشان تديكي حجم كويس لازم بتحطي لها شويه علف، علف كده يا جماعه يعني العلف العادي يعني على الاكل او الكلفه بتاعه الحمام. ما عندك مش حابه تحط يعني او مش حابه تحط علف، عندك الغله، الغله ما شاء الله بتخلي الحمام او الزغاليل يشيل معاك وزن كويس جدا. تمام، ده يمكن هو السر بقى اللي بيخلي الزغاليل معايا ما شاء الله حجمها بتبقى كويسه جدا. عندكم العيش برده، العيش المدشوش برده ممكن نقلبه على الكلفه، كل الحاجات ديت ما شاء الله هتخلي عندك الزغاليل توصل لاكتر من نص كيلو. فزي ما انتم شايفين كده بقى معايا انا بطلع الاكل بقى او الحصاله بمعنى اصح من رقبتها زي ما انتم شايفين اهوت. الافضل تنظيف للحمام يا جماعه وهو لسه كده ايه سخن، الحمام برد معاكي مش هتعرفي تنضفيه، اهم حاجه تنضفي الحمام وهو لسه سخن على اساس وانت بتخليه كده ما بين الجلد واللحم يطلع معاكي بسهوله. وده كده الحصاله طلعت معايا بمنتهى السهوله اهيت، وان شاء الله برده هعمل معاكم واحده واثنين لغايه ما تتعلموا معايا. تمام، الناس بقى اللي حابه تربي حمام تربيه الحمام يا جماعه سهله وكويسه جدا، بس هي في حاجه بسيطه جدا حابه تربي الحمام خدي بالك بس من حاجه مهمه، النظافه، نوع الحمام اللي انت هتجيبيه ايه يعني ايه، حاولي ان انت دايما على طول باستمرار علشان الحمام ما شاء الله يعني ايه يديكي على طول دايما تاخدي خير منه، حاولي ان انت تهتموا به بالشكل ده ما شاء الله هتبصي تلاقي عندك حمام احسن من عند اي حد تاني. هو يا جماعه الحمام تربيته سهله جدا، الناس اللي حابه تبدا برضو الحمام ما تجيبش يعني انواع يعني فوق قوي او الانواع اللي انتوا ايه الشقلباظات والحاجات اللي ايه اللي هي بتبقى يعني الناس اللي هي بتبقى غاويها قوي ديت، لا انت حابه ان انت تربي حمام جيب اللي هو ايه يعني ايه البلدي، البلد المهجن زي الفرنساوي الحاجات ديت، بس ما تجيبش اللي هو ايه البلد السيرف اللي قوي ده اللي مش بيدي احجام ولا بيدي اوزان. خدوا بالك من النقطه دي كويس جدا، انتوا شايفين ما شاء الله معايا الزغاليل احجامها فوق الخيال وفوق الوصف ما شاء الله، يعني ايه اللي يمكن لو كان في وقت كنت انا يعني وزنتلكوا الحجم بتاعهم، يمكن انتوا بتشوفوه معايا وانا بقطفه يعني بتديني احجام ما شاء الله كويسه جدا. وده الواحد الاحجام دي يا جماعه مش بتيجي من فراغ، انا لو انا سهيت عن الحمام كده زي ما انتم شايفين مش هيديني مثلا لا انتاج ولا هيديني وزن ولا هيديني حجم. الحمام عايز دايما نظافه رعايه، يعني هو عايز كل حاجه بمعنى اصح، هو طير اي نعم بس برضو عايز ايه الاهتمام شويه بالشكل ده. يمكن في ناس كتير معظمهم بيقول ايه انا يعني الحمام ما بيدينيش او كده، الحمام ما شاء الله لو انت خدتيه كهوايه ما شاء الله هيديكي احجام يعني وهيديكي كمان يعني زغاليل هتكسبه منه كويس جدا. بصوا بقى انا يعني ايه عشان الكلام بس ما ياخدناش، انا بحاول ان انا اخلي ما بين الجلد وما بين اللحم ازاي بالطريقه دي كده بصابعي كده وبخلي، لازم يكون الحمام يا جماعه يتعامل بالشكل ده كده وهو سخن. هنجيب بقى التاني، انا دبحت الكميه ما شاء الله كلها وحطيتها قدام مني اهيت على اساس ان انا برضو ايه انضفها قدامه. ده كده باجي من عند الزور وبقوم شايله الحصاله والزور وكل الحاجات ديت بسهل قوي، والافضل كمان لو كان الحمام واكل معاكي هيطلع معاكي بسهوله، يعني انت بتيجي بتزق من تحت كده وبتطلعي بقى بسهوله اهو بنفس الطريقه كده، بمشي واحده واحده مع اهو وبقوم مطلعه الكميه كلها. انا نضفت زي ما انتم شايفينها اهي، تنضيفه سهل جدا زي ما انتم شايفين كده، الميه بتاعت الحمام لما بتيجي تنضف الحمام يا جماعه ما بتحطوش الميه في الحمام في ميه مغليه، ليه؟ هتبص تلاقي الحمام جلده كله شال معاكش، يعني الميه اللي تبقى فاتره قوي
ولا تبقى مغليه قوي، تبقى يعني اي حاجه في المعقول كده. وهتنضفي بقى، حتى لو انت عندك 100 جوز هتنضفهم في ثانيه. تنظيف الحمام اسهل ما يكون، يمكن ده افضل بالنسبه لي. يعني يمكن كل فتره كده لما بلاقي عندي ما شاء الله يعني الحمام عندي كتير في التلاجة، انا ببيع يعني شيء، ولما بلاقي خلاص يعني خلاص الموضوع هو من التلاجة عندي كده، بقوم جايبه دفعه، يعني بجيب قطفه بحالها كده واقوم دبحاها وحطها عندي في الفريزر وقت ما بعوزها بلاقيها. يمكن الايام دي في رمضان ما شاء الله عملت منه كام مره. باذن الله يا جماعه ان شاء الله يعني هبقى اصور لكم برده فيديو كده وانا بحشيه برده، وباذن الله هبقى اجهز برده يعني ايه الفطار معاكم كده، وهعمله بقى من الاول خالص وانا بحشيه وانا بسلقه وكده، وهقول لكم برده ايه يعني ازاي تعرفي ان هو مستوي في قلب الحله. كل الحاجات دي ان شاء الله هوضحها معاكم. شوف بقى بسم الله ما شاء الله الكميه دي كلها انا نظفتها اهي. تبصوا بقى الاحجام، لو انتوا لاحظتوا معايا بالفيديو هتبص تلاقي الحمام ما شاء الله عليه صدر كويس جدا. بصوا بقى الاوزان بتاعته عامله ازاي او الاحجام بتاعته. ساعات بشوف في ناس يعني اما بتيجي مثلا تعرض الحمام بتاعها بيبقى يعني تحس ان هو حمام معظم كده، لا شوفوا انتوا بقى الحمام دوت بسم الله ما شاء الله. يعني ايه هو اهم حاجه في الحمام؟ الصدر بتاعه ده بيبقى اهم حاجه فيه. ما شايفين ما شاء الله على ورق كويسه جدا وعلى صدر حلو قوي. ده زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو يا جماعه، ده يمكن من الغله والعيش والكلفه اهم حاجه، الكلفه دي بتفضل يعني بتبقى افضل حاجه للحمام. في ناس ممكن يعني ايه ممكن تديله شويه دش، تديله اي حاجه مفكره ان هو مثلا زيه زي اللي بتاعه وخلاص، او ارمي له شويه ذره. لا هي الكلفه يا جماعه بيبقى فيها كل العناصر، ومش غاليه يعني ولا حاجه، بيبقى فيها كل العناصر اللي متوفره وممكن تفيد الحمام معاكي. وعلى فكره بتبقى كويسه برده جدا للبيض. الكلفه بيبقى فيها بسله وفيها غله، فيها في جمال العناصر يعني، وفيها عدس وفيها برده فيها كل حاجه يعني بمعنى اصح. يمكن انا كنت وريتها لكم قبل كده عملت لكم فيديو يعني فيها اكتر من نوع من البقوليات، ده بتبقى كويسه جدا. الحمد يا جماعه ما شاء الله يعني هو يعني يعتبر مربح، مش مثلا ان هو بخسر ولا حاجه، لان فعلا والله انا بزعل لما بلاقي ناس بتقول يا مشماء الحمام ما بيدنيش، فيعني انا ببقى زعلانه. ليه بقى؟ حاجه انا باكلها وبصرف عليها وكده، فنحاول ان احنا نهتم بيها، مش ان انا ارميها او اسيبها واقول ده ما بيبيضش. لا الحمام عندي ما بيضبطش او ما بينتجش، او جايبه عند البيتر هيسلين يعني بيبقى كويس جدا. اعمل خلطات، اعمل تحديقه، كل الحاجات دي بتبقى حلوه قوي. برضو يعني ايه لو انت لقيت مثلا الحمام نايم وما طلعش، او البيض بتاعه طلع فارغ ما طلعش معاكي، حاولي ان انت تعملي تحديقه. كل الحاجات اللي هي بتزود الخصوبه ديت ده بتبقى حلوه قوي. وعلى فكره يا جماعه بصوا بقى ديت ايه، دي الحاجه دي الحته اللي بتبقى ورا خالص في المؤخره بتاعه الحمامه، خدوا بالكم منها، ان في ناس يمكن كتير ما بتاخدش بالها منها. ده بتعمل زفره للشوربه، يعني ايه ناخد بالنا منها كويس جدا. بفتح له فتحه صغيره من تحت اهوت، وبنطلع بقى كل الحاجات اللي جوه ديت. وعلى فكره الحمام انا لما باجي احشيه بحشيه من زوره، في ناس بتبقى تفتح له من عند الفتحه من تحت خالص كده بتفتح، وده برده طريقه كويسه مش وحشه يعني. بس انا الطريقه بتاعتي ان انا بحشيه من زوره، والحته اللي هي بتبقى تحت خالص ديت بسيبها مسدوده علشان ما تنزلش الرز بتاعه، تمام. فعلشان كده ان شاء الله انا يعني ايه بقول لكم حاولوا ايه يعني لما انت لقيت مثلا الحمام ما بيبيضش حاولي ان انت تدوري. لقيت الحمام بيطلع مثلا البيض بتاعه رايق برده حاولي تدوري. اللي هي سلينيوم ده يا جماعه يمكن من احسن الحاجات اللي هي بتاع اللي الحمام اللي احنا يعني المفروض بنحطها للحمام. ده طبعا بيطري وبيجي من عند البيطري، من افضل الدواء اللي هو ايه بيجيب نتيجه برده مع الحمام، بيبقى يعني بيبقى كويس جدا. هو عن تجربه برده، لان انا كان النوبه عندي الحمام كان جيب فتره كده وكان قطع وما كانش بيديني برده، فبقيت ان انا برده ايه يعني اجيب له هيسلينيوم واعمل خلطات اعمل تحديقه ما شاء الله. يمكن انتوا كل فتره يمكن قريب قوي يعني كنت لسه عامل لكم برده فيديو اطفى حمام كل فتره يعني بسيطه. وعلى فكره يا جماعه ما شاء الله برده انا عندي دفعه تانيه باذن الله هبقى اطفها معاكم. يعني الموضوع ما شاء الله يعني طالما انا بهتم بيه وبراعيه كويس جدا، فهو يعني يعتبر هو بيصرف على نفسه وكمان يعني مكفي بيتي. هو بصراحه والله يعني مش هقول مثلا لا علشان حسد وكده، لا انتوا طبعا كل الناس المتابعه للقناه يعتبر حبايبي واهلي واخواتي واصحابي، ما بخبيش عنكم حاجه. يمكن في ناس كتير بتقول لها مش حاولي تداري حاولي تعملي، بالعكس والله يا جماعه ما فيش حد على اليوتيوب بيشر حاجه ولا بيحسد اي حاجه، القريب منك بس هو اللي بيستكتر عليك الحاجه بتاعتك. بصوا بقى يعني لو
هتلاقوني فصلت ما بين الجلد واللحم، شايفين بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت اهو، يمكن انا حتى يعني بصوا بتمط معايا ازاي. ده طبعا اللي بيتحشى فيها الرز، يبقى ده